أكثر من 5 مليارات شخص يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل أكثر من 62% من سكان العالم. هذا ما خلص إليه تقرير ديجيتال 2024 السنوي، وبهذا يكون الإجمالي العالمي قد زاد بمقدار 266 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة سنوية تقدر ب 5% تقريباً. التقرير يشير إلى أن مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي النموذجي يقضي 2:23 على منصات التواصل يومياً، أما مستخدم الإنترنت العادي فيقضي 6:40 عبر الإنترنت كل يوم، بزيادة قدرها 3 دقائق يومياً، أي 1% سنوياً. تيك توك يتمتع بأعلى متوسط استخدام مقارنة بأي منصة اجتماعية أخرى، فهو يسجل 34 ساعة شهرياً، أي ما يعادل أكثر من ساعة استخدام يومياً، فيما يليه موقع يوتيوب. وبالنسبة لموقع إنستغرام، فالتقرير يظهر أن أكثر من 16% من مستخدمي الإنترنت يعتبرون إنستغرام منصتهم المفضلة. أما فيسبوك فقد نجح في زيادة إعلاناته العالمية وحقق نمواً سنوياً تجاوز 10%، كما نما الإنفاق على الإعلانات الرقمية بشكل عام 10% أيضاً على أساس سنوي، إذ تم إنفاق 720 مليار دولار على الإعلانات الرقمية العام الماضي. ساعات الاستخدام الطويلة لمنصات التواصل يقابلها 17 دقيقة يومية يقضيها مستخدم الإنترنت في مشاهدة محتوى التلفاز.